بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب شباب مصر، في حاجة بتنزل على صفحات مش بتاعتي ولا ليه علاقة بيها وما اعرفش عنها حاجة، وعلى تويتر انا ماليش لا تويتر ولا ليه اي حساب غير صفحتي الغلبانة اللي انا ما بكتبش عليها اي حاجة. فعشان بس ايه، دلوقتي كله بيصطاد المية العكرة وعمالين بقى ايه يكتبوا اخبار وحاجات ويقل ادبهم على الناس. دي حاجات انا لا ماليش علاقة بيها نهائي. انا ليا صفحتي، وبعد كده من بكره ان شاء الله حاسبوني على الام بي سي مصر، انا مش هطلع ومش هتواجد الا فيها. اي حاجه بعد كده انا ماليش علاقه بيها. شكرا.